بسم الله الرحمن الرحيم. التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين: أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدتنا أم البنين عليها السلام فاطمة بنت حزام الكلابية، كانت جليلة القدر عالية المقام رفيعة الشأن، يملأ قلبها الحنان والرقة والعطف والمحبة، إلى جانب ما اتصفت به من الشجاعة ورباطة الجأش، كانت ذات حسب وشرف عال وإيمان عميق كامل، فاختارها أمير المؤمنين عليه السلام فأقدم على الزواج منها، فدخلت بيت أمير المؤمنين عليه السلام وهي كفوءة لدخوله والعيش فيه، واشتهرت بكنيتها أم البنين لأنها أنجبت أربعة أشبال لأمير المؤمنين عليه السلام، هم قمر العشيرة العباس وجعفر وعبد الله وعون، وقد استشهدوا جميعا في واقعة كربلاء في نصرة الإمام الحسين عليه السلام. فكانت نعم الزوجة في بيت الولاية ونعم المربية لأبناء الزهراء عليهم السلام، كانت تدفع عنهم المحن والشدائد، وأنها أحسنت الكفالة وأدت الأمانة في حفظ ودائع الزهراء عليهم السلام، مؤثرة هواهم وحبهم على أولادها، وكانت تقول: أولادي ومن تحت الخضراء كلهم فداء لأبي عبد الله. وقد شكر الله سعيها وجعل لها ذكرا أبى أن يطفأ حتى يوم القيامة. فنسأل الله تعالى بدموع أم البنين وآهاتها على الحسين أن يعجل فرج وليه، وما هي إلا لحظات لحين الأذان، وهي من أوقات إجابة الدعاء. ارفعوا الأيدي على الرؤوس ورددوا الدعاء معا: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة مع الصلوات.